جلد الوزه عملت لكم فيديو عن جلد الوزه آه وتجربه حد آه جابت معاها نتيجه آه بعد ما جربت سكرابات وحاجات مخصوصه للكي بي اصلا آه وما عملتش معاها نتيجه زي زي الفيديو اللي انا عملته آه لكم في بقى حاله ما معرفش اسمها جلد الوزة برضو او برضو ولا اسمها ايه انا اعرفش. بس حالة لما بيبقى الشعر آه خفيف جدا 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 اسمه الشعر الوبري وبتعملوا له إزالة بأي طريقة بالشيفينج بالواكس بالشوجرنج زي ما انتوا عايزين بيطلع غالبا حبوب آه معرفش مع الشوجرنج هيطلع حبوب ولا لا بس في أغلب الطرق اللي بتشال بيها الشعراية الوبرية بيطلع حبوب رفيعة دي بتبقى غالبا آه بتحصل في يعني لما بتبقى متوفرة عند حد يعني بتبقى في الإيدين آه في الدراعات يعني فجربت كل يوم بتستخدم انا معرفش برضو ده مقاطعة ولا لا بس ممكن يبقى مقاطعة كلين اند كلير مش عارفة استخدمت الغسول ده المفروض ده معمول للوش اصلا استخدمت ده كل يوم يعني مثلا وهي بتتوضى بتعمل على دراعتها لغاية هو بيبقى الحبوب دي معتقد موجودة. ما في الدراع لغاية الكوع ولا لغاية الكتف كمان مش عارفة. بس استخدمته على الدراع وهي يعني وهي بتتمضم معنا ان هي تفتكر كل يوم تعملها مرة واحدة بس في اليوم. بتغسل ايديها بالغسول ده. بس كده يا ريت المعلومة.